صباح الخير مشاهدينا، مشاهدي الصحة والجمال في كل مكان. أهلا بيكم ووحشتوني جدا جدا من الأسبوع اللي فات. هكون معاكم النهاردة أنا إيمان عزيزة، والمدة ساعة من دلوقتي زي ما احنا متعودين كل يوم حد على الهواء مباشرة، وحلقة جديدة من سكة السلام. النهاردة حلقتنا حلقة مميزة جدا جدا، يمكن دي هتبقى آخر حلقة في سنة 2019. الحلقة الجاية إن شاء الله هتكون أول حلقتنا في 2020. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن إزاي ندخل سنة جديدة وإحنا كلنا مليانين طاقة إيجابية، كلنا مليانين حب وسعادة وفرح. عايزين نكون إيجابيين في السنة الجديدة، ونكون متخلصين من كل رواسبنا وكل أوجاعنا اللي حصلت لنا السنة اللي فاتت. أي حد حصل له حاجة مش كويسة، أي حد حصل له حاجة كانت مزعلة، لازم نتخلص منها النهاردة عشان نبدأ سنة جديدة وسنة تكون سعيدة علينا كلنا. يمكن هتكلم النهاردة على علم من علوم اللي كانت موجودة منذ قديم الأزل، بس ما كانش حد بيسمع عنها بقالنا فترة طويلة جدا، وبدأت في مجتمعاتنا العربية ينشأ الكلام عنها حاليا. العلم ده يمكن موجود في حضارات كتيرة جدا، حضارات قديمة وحضارات يمكن كانت قديمة قوي 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 زي الحضارات الهندية والحضارات اليابانية وبعض الحضارات القديمة. النهاردة هنتكلم عن علم الطاقة. علم الطاقة يمكن ليه فروع كتيرة جدا جدا، هنتكلم النهاردة عن أحد فروعها وعناصر الكون وتأثيرها على جسم الإنسان في فقرتنا الأولى، الفقرة الاجتماعية. فقرتنا التانية زي ما احنا متعودين هتبقى فقرة طبية، برضو هيبقى موضوعنا فيها ازاي ندخل سنة جديدة واحنا متخلصين من كل رواسبنا القديمة وكل ضغوطاتنا الحياتية اللي حصلت معانا في فتراتنا السابقة، علشان ندخل سنة 2020 واحنا بنفسية سليمة وسعيدة ومبسوطين، ويا رب تكون سنة سعيدة علينا كلنا. تعالوا بينا نطلع فاصل صغير ونرجع مرة تانية نكمل كلامنا، استنوني. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين كلامنا مع حضراتكم، وموضوعنا النهاردة عن أحد علوم الطاقة وعناصر الكون. ربنا خلق الإنسان منذ قديم الأزل، وخلق ليه حاجات كتيرة جدا جدا وسخرها ليه في الدنيا علشان تكون في خدمته. خلق لينا الهواء اللي محدش يقدر يستغنى عن الهواء لحظة، ولو حصل ده الإنسان بيموت، يعني يمكن في ثواني معدودة لو الهواء انقطع عنه لفترة زي كده. تاني حاجة خلق لينا عنصر تاني وهو عنصر التربة، يمكن ده اللي بيخلينا نقدر نعيش حياتنا وبننتفع من التربة، ان احنا بنقدر نزرع فيها وبنحصل منها على الأكل اللي بنقدر يمدنا بالغذاء علشان نقدر نعيش كمان. كمان خلق لينا النار، يمكن بنستمد منها الضوء وبنستمد منها الحرارة، وكمصدر للوقود اللي برضو بيخلينا نقدر نسهل علينا ويسهل حياتنا كتير جدا. كمان خلق لينا كمان عناصر تانية كتير من شأنها ان هي بتخلينا نسهل حياتنا مع بعضينا، وبنخلينا نعيش حياة اسهل وابسط. يمكن عناصر الكون اللي موجودة معانا دي هي موضوعنا النهاردة، واللي هنتكلم عنها باستفاضة أكتر وأكتر مع ضيفتنا اللي منورانا النهاردة في الاستوديو، الأستاذة دينا البكري، الأخصائي النفسي والمعالج السلوكي والمعالج بالطاقة. أهلا بيكي أستاذة دينا. أهلا بيكي. أهلا بيكي. زي ما قلت لحضرتك كده في البداية، إن إحنا عندنا عناصر ربنا خلقها لنا علشان تذلل لينا حياتنا، وبتخلينا حياتنا اسهل، وبتخلينا نقدر نعيش، وبتخلينا ان احنا يعني اكيد ربنا خلقنا لهدف ما. صح. عايز اعرف من حضرتك بقى ايه هي عناصر الكون. الاول احنا عندنا جسم مادي، اللي هو الجسم ده بيقدر يعيش ويقدر ياخد قوته من الاكل. تمام. في الجسم الطاقي، الجسم الطاقي ده ليه عناصر بتغذيه، العناصر دي لما بتقل بتأثر بالتبعي على الجسم الفيزيكال، على الجسم ده.
تمام. تمام. اللي هو الجسم المادي الموجود معايا. المادي الموجود. تمام. في ثلاث عناصر أساسية وفي العنصر الأخير. أول عنصر فيهم عنصر الشمس، بعد كده عنصر الأرض، بعد كده عنصر الهواء. عنصر المية هو مش عنصر أساسي، هو عنصر واخد من الثلاث عناصر الأولانيين اللي هو العنصر المية. المية لكن العناصر الثلاثة الأساسية المية، سوري، الأرض، الهواء، الشمس. يبقى أرض وهواء وشمس. بالظبط. والعنصر الفرعي هو المية. المية واخد من الثلاثة، هو يعني هو واخد فوائد الثلاثة، بيمتص الهواء وبياخد الانرجي بتاعت الشمس وبياخد من التربة. تمام. فهو قوي جدا عشان هو واخد من الثلاثة. يبقى دي تقسيمة العناصر اللي موجودة اللي احنا بيدور محورها في اللي هي كتأثير على جسم الإنسان. احنا لازم الجسم لازم ياخد الأربع عناصر دول. لو ما خدش الأربع عناصر دول بيحصل خلل، بيحصل أزمات عنده. طيب أنا عايزة أعرف إيه تأثير العناصر دي على جسم الإنسان؟ أوكي. وبتأثر عليه من أنهي ناحية بالظبط؟ إيجابي وسلبي، كل عنصر فيهم له العنصر الإيجابي والسلبي على حياته وعلى شغله وعلى جسمه وعلى كل حاجة. تمام. يعني مثلا الشمس إحنا عندنا من ضمن فوائدها، حتى بعيد عن علم الطاقة، في علم النفس، إن أنت لو تعرضت للشمس كل يوم 10 دقايق ده بيقيك من الاكتئاب. تمام. الناس اللي عندها اكتئاب بتبقى اقل عرضه للشمس، او في الغالب ما بيشوفوش الشمس. يمكن علشان كده بنقول يا جماعه لازم كل يوم الصبح لازم تشوف الشمس ولو لمده نص ساعه او ساعه. بالزبط. علشان تبقى بقيت يومك انت فريش وحاسس انك انت مبسوط. بالظبط. فهو ده يعني في علم النفس، في علم الطاقه الجسم لازم يشحن. تمام. لازم ياخد من العنصر ده اللي هو احنا بنسميه عنصر النار. الشمس هي العنصر الاكبر لعنصر النار. تمام. فهو لازم يشحن منه، لازم يشحن طاقيا منه، الا كده هيحصل فيه خلل، يعني هيبقى فيه جنب، فيه زياده عن جنب، فهو لازم ياخد الجزء اللي محتاجه. تقصدي حضرتك ان هو فيه نقص معين ما في جسم الانسان. بالزبط. بيقدر يستمد النقص ده او بيعوض النقص ده من ان هو يتعرض للشمس. طبعا. حتى هتلاقي فيتامين دي من اساسه ان هو بيتعرضش للشمس. اكيد طبعا. فهو العنصر الجسم محتاج برانا شمس، اسمها برانا عموما، هو الطاقه اسمها برانا. البرانا. برانا شمس. برانا شمس. لازم يتعرض للشمس. طب لو اتعرض ليها كتير يحصل احتقان، لان الشمس بتشحن وبتنظف، هنشرح ازاي بعد كده بتشحن وتنظف. تمام. لو اتعرض ليها كتير يحتقن، عشان كده ممكن يحصل التهابات في التهابات الجلد. التهابات وحروق في الجلد وكده. بالظبط. اوكي. ويحصل اعصابيه ويحصل توتر لو اتعرض لوقت يعني لوقت كتير ليها. تمام. طيب نفس القصه في البيت. لو البيت كمان لو يعني تعرضش للشمس، البيت لازم يخش الشمس هو كمان. لازم يخش الشمس، هيبقى لان الشمس من ضمن طاقتها ان هي بتطهر. فانا لو مثلا في مشاحنات في البيت، في مشاكل في البيت، مشاكل ماديه او مشاكل عاطفيه او خناقات، لو ما بتشوفش الشمس الطاقه تفضل موجوده. الشمس عندها مواصفات التطهير، فلازم البيت يشوف شمس. تمام. ويقول لك المنزل الذي لا تدخله الشمس يدخله الطبيب، والعكس صحيح يعني. صحيح. تمام. طيب في عناصر تانية ممكن نقدر نتكلم عنها باستفاضة أكتر ونشوف تأثيرها على جسم الإنسان إزاي؟ طبعاً. هل اتكلمتي عن الشمس وبقية العناصر أخبارها إيه؟ عندنا مثلاً التربة. تمام. التربة من ضمن العناصر القوية جداً للتنظيف والشحن. هتلاقي مثلاً في علاجات كتير بالدفن، هتلاقي ناس بتدفن. اللي هي تقصدي حضرتك طرق العلاج زي اللي بتبقى مثلا الدفن في الرمل، زي اللي بتحصل في بعض البلاد عندنا زي سفاجه. بالظبط. تمام. الفكره ان هو بيمتص الارض، عندها عنصر الامتصاص، تقدر تمتص مني الطاقات السلبيه. هي بتبقى عارفاها كويس قوي، او هي يعني عندها اداه تعريف للحاجات السلبيه والحاجات الايجابيه. تمام. اوكي. وبتقدر تشحن الجسم. فهو اللي بيحصل لما حد مثلا عنده روماتيزم او روماتايد ويروح يدفن في الرمله، اللي بيحصل انه بيمتص فعلا الرمله او التربه بتمتص. تمام. فعلا النيجاتيف، ففعلا بتقوم العلاج، يعني هو مش خرافات، ده حقيقه. وبعد كده بتقدر تشحن الجسم، لان احنا عباره عن حاجه لازم تنضف وتتشحن، لو فضيت بس الجسم مش هيعرف يقوم، فهي برضو ليها قدره على الشحن. معنى كلام حضرتك ان في لازم يكون بطريقه مخصوصه لموضوع عمليه الدفن او سحب النيجاتيف انرجي او الطاقه السلبيه بالدفن، يعني مش اي حد ممكن يقدر يعمله؟ لا، اي حد يقدر يعمله، اي حد يقدر يعمل. تمام. اوكي. على فكره احنا عندنا كمان في التيمم، ان احنا لان الوضوء احنا بنيجي نكون على عنصر ان هو بيطهر. تمام. العنصر اللي زيه بيطهر كان التراب. فعشان كده هو احد الطهورين او الماء او التراب. بالظبط. عشان فكره التطهير، عشان لما اروح اقدر اصلي، لما بصلي باخد انرجي. تمام. مش هينفع اخدها وانا فول وانا مليان. بالزبط. فلازم افضي شويه الطاقات. طيب. السلبيه. بيقال برضو، بما ان حضرتك ذكرتي موضوع الوضوء، بيقال ان السجود نفسه طبعا. بيفضي
بيودي طاقه سلبيه، كون ان انا ما اطلت السجود على الارض فممكن يسحب مني طاقه سلبيه مني. انا عندي ثلاث نقط هنا، الثلاث نقط دول لما بيلمسوا الارض بفرغ، لان هو بيلمس التراب خصوصا لو صلينا على الارض بيور او على خشب. بالزبط. من ضمن المشاكل اللي في بيوتنا كلنا دلوقتي فكره السيراميك والبورسلين وان هو مفيش تربه. انت لما بروح الريف بيبقى الدنيا اهدى اهدى، وتحس ان في نوع من انواع الصفاء النفسي، وان انا حاسه ان انا عشان في عناصر كتير مبسوطة. موجوده من ضمنها التربه، من ضمنها ان في ارض، ان احنا فكره كمان ان بنقول لو حد متوتر يقف على خشب او يقف على تربه يسحب طاقه سلبيه من الريف، يسحب الطاقه السلبيه، او امشي حافي على الرمل. ساعات سمعت برضو انك لو مشيت حافي على الرمل ممكن، بس مش على السيراميك عشان الناس بس عكس الموضوع. لا 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 لا، ما هو السيراميك ما يعتبرش يعني عازل. من العناصر عازل عن التربه. طيب برضو عايزه برضو اتكلم مع حضرتك باستفاضه على بقيه العناصر، اخبارها الهوى. ايه الهواء؟ اوكي، الهواء من ضمن العناصر الكبيره جدا اللي بتشحن، يعني احنا اصلا عندنا كمان تمرينات للنفس، في علاجات بالنفس. تمام. بدليل لو في حد متعصب قوي طب خد نفس بس كده، هتلاقيه عمل تمرينات النفس وحاول تاخد تهيق وزفير. بالظبط، في علاجات بالنفس. المشكله كمان عندنا ان احنا نسينا، احنا اول ما اتولدنا تنفسنا صح، هتلاقي البيبي كده تلاقي بطنه بتطلع وبتنزل مع النفس، اللي هو بتنفس من بطني زي ما بيقولوا، ده النفس الصحيح، غير كده ده مش نفس صحيح. فعشان كده انا مش بطهر، مش بطلع كل النيجاتيف. انت لما تاخدي نفس وتملي بيه بطنك في دوره بتكمل. تمام. اول ما بطلعه بيطلع كل النيجاتيف، النيجاتيف الموجود في الضفيره او في النقطه دي او في نقطه المعده او في النقط اللي هي في السنتر بتاعه الجسم اللي هي بتطلع النيجاتيف انرجي. فاحنا الهواء من ضمن حاجات اللي بتعمل طول الوقت اللي هو التنظيف المستمر. بالظبط، احنا عشان ما بنتنفسش صح فبنصاب بامراض او بنصاب بمشاكل. طيب ما بنفرغش. عايزه اعرف لحضرتك بقى ازاي اقدر اتنفس صح، عايزه كده تمرين عملي على الهواء. ازاي اقدر اتنفس من وازاي بطني. اقدر اخرج الزفير بتاعي صح. اوكي، احنا البرمجه الاولانيه بتاعت الاطفال اي حد عاوز يشوف النفس الصح يشوف بيبي لسه مولود، ده نفسه الصح، ان هو بملى بطني بياخد النفس من بطني، بيملى بطنه من الاخر هواء وبيطلعه. وبعد كده طيب انا بطول في مده الزفير اكتر من مده الشهيق، ان انا بحاول ان انا اطلع الزفير ده في التمرين. لو انا احنا بنعمل ده التمرين نفرغ، لكن انا بتكلم في النفس العادي طبعا. تمام. احنا بناخد وقت عشان نعيد برمجه العقل، لان هو خلاص اتعود ياخد من الرئه. تمام تمام، فبياخد وقت، فمش هقول له في الاول خد نفس من البطن وطلعه بره، لا، كل شويه افتكر ان انت تاخد من بطنك. واحده واحده العقل بيبتدي يبرمج نفسه تاني. تمام. كمان في البيت، البيت اللي ما بيتهواش بيبقى لازم يكون فيه امراض، لازم يكون في بكتيريا، لازم ولازم ولازم، ده بسبب المشاحنات. احنا دلوقتي انا قاعده متضايقه او فلان قاعد متضايق، كل الانرجي دي في البيت، كل الطاقه دي في البيت. تقصدي ان انا دلوقتي انا لو انا قاعده في البيت ومتضايقه ومتنرفزه واتعصبت مثلا على ولادي في البيت، نشرت الجراثيم في الكون، وانا نشرت الجراثيم بتاعتي كلها والجراثيم الطاقيه كلها في البيت، هتلاقي البيت ده اكتر بيت بيعيا. تمام. يعني راقبوا كده بيت فيه مشاكل وشوفوا العاية فيه قد ايه. طيب هل ده له علاقه بان انا بعد ما زعقت او بعد ما انا اتنرفزت مثلا على اولادي او زعقت مع جوزي، ان انا دلوقتي بقت فيه هاله حواليا ان انا مش قادره اتخلص منها من الطاقه السلبيه؟ ولا مش حواليك ده، حواليك وفي البيت كله، وفي البيت كله انتشرت يعني مش حواليا بس في الاوضه؟ لا 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 خالص، عشان كده بقول لك هتلاقي ان البيت ده اكتر بيت معرض للامراض او للمشاكل الدايمه. طيب يعني معنى كده ان انا اتخانق وافتح الشباك ده لا، وبخور عشان بس نقول وميه وملح يعني عندها هنقول من ضمن التطهيرات. اول ما يحصل اي مشاحنات لازم اطهر البيت. انا عملت مكان احنا هنبتدي نمسح البيت كتير قوي. احنا لازم نمسح البيت كتير قوي، وليه طرق للمسح عشان اقدر انضفه طاقيا. احنا بنقول ان النظافه العاديه دي مش النظافه، اهم حاجه تنظف المكان بالطاقه. بالطاقه. طيب احنا كده اتكلمنا عن عناصر كلها، ولا في حاجه ناقصه؟ ناقص الميه. الميه هي زي ما قلنا اتشحنت من الثلاث عناصر الاولانيين فهي اقواهم. يعني عشان هي واخده طاقتها او واخده الباور بتاعها من الثلاثه التانيين. اوكي. طيب ايه هي بقى العنصر الميه ده بيفيدنا ازاي؟ اولا يعني احنا عندنا نص صريح في القران وجعلنا من الماء كل شيء حي. فهو فعلا الجسم ما بيشربش ميه كتير لانه برضو عنده قدره على التطهير. ما بيشربش ميه كتير بيبقى في عنده مشكله، خلل في الكلى، خلل في وظايف الجسم. بالظبط، انا ساعات بحس ان الكلى بتصرخ بتقول يعني الحقوني، الحقوني انا عايز ميه. الكلى عندنا هي مخزن للغضب. بالظبط. اوكي. فتلاقي مثلا عشان كده هي المسؤول عن الضغط، لانها طبعا فعلا لو ما خدتش الميه وكفايتها من الميه بزياده هي كانها بتغسل الميه. بالظبط، كانك بتغسل الغسيل بتاعي اللي هو تقريبا المتكرر الرباني اليومي. هو غسيل للغضب اكثر ما هو غسيل للكلى. فانا كل ما هاخد ميه اكتر كل ما هغسل نفسي من الغضب اكتر. تمام. فاحنا الناس هتلاقي اللي بتتعصب كتير راقبوا بيشربوا ميه قد ايه. بالظبط، يعني راجعوا جو الميه.
الميه زي ما قلنا مثلا في الشاور في الاستحمام، هي اول هي الميه عندها قدره انها اللي هي صب تكسر الماء على البدن كله او على الجسم كله. بالظبط، ان انا اخد شاور عادي ده في حد ذاته بيقلل الطاقات السلبيه اللي حواليا. تمام. الوضوء، ايه فكره الوضوء؟ لان هي الوضوء اصلا بيدوس على نقط معينه او بيلمس نقط معينه، هو برضه اكيد ربنا تطهير. ما خلقش ده اعتباطا. بالظبط، فهو بيطهر عشان يبتدي تاخد انرجي. فهو من المست يعني الاحسن ان احنا في كل صلاه نقدر يعني نتوضى حتى لو انا على وضوء، لان ده بينظف من الناس اللي بتقول مثلا انها بتتحسد، او هو الحسد عباره عن نيجاتيف انرجي. تمام. الناس اللي هي معرضه للمشاحنات، متضايقه من مديرها، في مشاكل في الشغل، فالاحسن طول الوقت ان هو يستخدم الميه. طبعا الميه زي ما قلنا مشحونه بالثلاث عناصر. تمام. بنسقي بيها الزرع او الفاكهه او الخضار. اوكي. ونفسها الخضار او الاكل اللي احنا بناكله مشحون من الشمس ومشحون من التربه. اوكي، يبقى معنى كده ان هو اخد من كل العناصر اللي موجوده. الاكل واخد من كل العناصر، من كل العناصر. بس عندنا مشكلتين. ايه هي؟ لما اول مشكله لما بيتاكلش فريش. كون ان انا بقى ان انا اعدله من كون ان هو حاجه فريش لانها اتطبخت او دخلت النار او كده. لا مش بتبدل. الفكره مش في ان هي اتطبخت ودخلت النار، ده جزء تاني. تمام. المشكله ان انا اجيبه ما اكلوش طازه. تمام. فبفتكر هو انت كده ما استفدتش، جسمك الطاقي ما استفدش، فتلاقي حد بياكل فعليا هو فعليا بيتخن بس مش مستفيد من ومفيش تلاقي ما عندوش الطاقه او الحاجه اللي بتخليه ان هو يعيش في سعيد او مبسوط. بالظبط، وتخليه همدان طول الوقت، مش قادر طول الوقت. هتلاقي الاعراض دي موجوده كتير حتى في الشباب الصغيره، لو زي ما بيقولوا ما فيهوش صحه زي زمان، بسبب ان الاكل بيتاكل مش فريش، مش طازه. مش طازه. طيب بما ان دلوقتي خلاص احنا داخلين على سنه جديده وبنحاول ان احنا ندخل السنه الجديده دي مليانين طاقه ايجابيه ومفعمين بالحب والسعاده، ازاي اقدر اعمل لنفسي تنظيف، او ازاي اقدر اعمل لنفسي يعني نوع من انواع الاحلال والتبديل للمشاعر السلبيه كلها، وادخل السنه الجديده وانا كلي مليانه طاقه ايجابيه؟ اول حاجه النيه. انت تقدر تستخدم كل عناصر الكون بس بالنيه. يعني احنا اول حاجه نقول نصيحه كده نبتديها، عندنا حاجة في البيت يعني محدش بيستخدمها او محدش فاهم استخدامها قوي قد ايه، الملح. الملح جاي من عنصر التربة. تمام. فمفيش فيه الملح العادي بتاعنا اللي هو سوري من عنصر المية. المية. تمام. أوكي. فالملح جاي ده عنده قدرة على التكسير. على التكسير. طيب كون ان هو يترش في البيت في الاركان لا اللي لما بنسمع، لا 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 لا، ولا احطه في المية بتاعت المسح؟ لا، ما انا هقول لك الاول ليا الملح استفيد انا منه ازاي. الملح ان احنا بناخد شاور البانيو اقدر احط فيه 3 كيلو ملح. تمام. ال 3 كيلو ملح دول بيعادلوا ملوحه البحر او انزل البحر. عشان كده احنا لما بننزل البحر بنطلع جعانين قوي، لان احنا الميه امتصت والملح كسر الطاقات السلبيه، الملح عنده قدره على التكسير. اوكي. فانا لما لو عملت الشاور ده او ان انا اجيب ملح اعجنه بشويه ميه وادعك بيه جسمي واقف تحت الدش 3 دقائق 5 دقائق، ده ملح برضو عادي جدا. ملح عادي جدا، ملح عادي جدا. ولا اي حاجه يعني ارخص يعني انواع الملح اللي هو بقى مش مضطره ان انا اروح لمراكز التجميل والملح الفلاني والملح الصخري والملح مش عارفه بايه والكلام ده. عارفه الفرق قد ايه؟ 0.5% تاثير. اوكي. اوكي. طيب وبعديها لو قعدت كل اسبوع في الشمس بس 10 دقائق. تمام. بنيت ان انا اشحن جسمي طاقات، يبقى انا نظفت وشحنت. ال 10 دقائق دول هيفرقوا في صحتي جدا، هيفرقوا في قدره ذكائي جدا. تمام. هيفرقوا في صلاتي جدا. ده بالنسبه للشمس، ايه تاني؟ ان انا الميه طول الوقت اشرب ما يكون عندي ميه، خصوصا لو حطيت عليها ميه ورد. تمام. الورد هو عنصر التربه. اوكي. فهو واخد منها، هو كمان عنده عنصر هو بيفتح شكرا القلب اللي تخليني مستقبل للطاقه الايجابيه وان انا ابقى مفعم بالسعاده وحاسس ان انا مبسوط. بالظبط. فانا اقدر ان انا الميه خصوصا لو عليها ميه ورد هتفرق معايا فعلا في حياتي. تمام. فشويه الحاجات البسيطه دي بتفرق جدا. ايه تاني ممكن؟ لو انا الارض عندي سيراميك او بورسلين زي بقيه بيوتنا، نجيب عارفين العتب الخشب بتاعت زمان. كان زمان في عتب خشب وانا كنت بستغرب هم ليه حاطينه كده. بالظبط، هم ليه حاطينها. فبتبقى ممكن نعملها عند اي نجار عادي. ان انا بس اقف عليها لو انا متنرفز، لو انا متعصب، احاول امتص شويه من الانرجي بتاعت الارض. تمام. فشويه حاجات بسيطه ممكن تفرق معايا جدا. طيب يمكن من كلام حضرتك عايزين ناخد كده نصيحه، احنا دلوقتي لازم نرجع لاصولنا او للعناصر الاساسيه اللي ربنا مديها لنا. صحيح. طبيعي علشان خاطر نقدر ان احنا
نعيش حياة سوية ونعيش حياة مبسوطين، وندخل سنة جديدة أو على الأقل كل يوم يبقى جديد متجدد معانا، مفعمين بطاقة إيجابية، مفعمين بحب، مفعمين بسعادة، حاسين إن احنا قادرين بحاجات بسيطة جدا ممكن تكون موجودة عندنا في البيوت نقدر إن احنا نخلي يومنا الجديد أحلى وأحلى. بشكر حضرتك في نهاية الفقرة أستاذة دينا البكري، الأخصائي النفسي والمعالج السلوكي والمعالج بالطاقة، حضرتك نورتينا النهارده. ميرسي جدا، كل سنه وانتي طيبه. وانتي طيبه وبالصحه والسلامه، ويا رب 2020 تكون احلى واسعد علينا. تعالوا بينا نطلع فاصل صغير ونرجع مره تانية نكمل كلامنا.